هلأ فرصتي. أبوجة المسكينة، مو مهم قديش رح تحاولي، أنا ما رح أخلي نارين يكون قريب منك أبداً. نارين نارين نارين، في نارين عم تسمعني؟ بترجاك في رد علي. نارين حاولت تقوم، يلا لازم نروح من هون بسرعة، المكان ما نو آمن. بوجة بوجة نارين قوم قوم. يلا نارين بسرعة. ما في ولا طريقة فيك تحافظي فيها على نارين. لك اتركيا بعدي عنا، اوعك تقربي، عم لك اتركيا اتركيا. تركيا بعدي عنا لشوف، بعدي عنا وخلينا نروح. يلا يلا اطلبي منا انه تبعي، اعملي هالشي بطريقتك. بعده يلا لشوف. طيب فيني افهم انت ليش عم تدعمي نارين فياس؟ انت شو بتقربي؟ سيد نارين فياس بيكون زوجي. زوجي؟ ساتيش؟ سيد ساتيش، أنا حابب اعتذر منك لأنه أنت تحملت كتير بسبب المقال اللي منشور بالجريدة، لهيك أنا كتير بعتذر منك. لا لا يا عريش، أنت مالك بحاجة لتقدم الاعتذارات، وبالحقيقة أنا لازم اعتذر لك، نحن تسببنا لكم بإحراج كتير كبير. أنت رجال كتير لطيف. طيب خلينا ننسى كل شي صار، أنا حابب أعرف إمتى مخططين لزواج أنوش، ناطر عرسه بلهفة. بأقرب وقت ممكن، رح حدد موعد العرس خلال يومين وخبرك. طيب.